نعرف أنكم تصافحتم مع جو بايدن في بداية اللقاء، هل توصلتم إلى مستوى من التفاهم المتبادل والثقة؟ وهل تعتبرون أنه من المنطقي في هذه المرحلة التوصل إلى مستوى جديد من العلاقات بطريقة واضحة وشفافة، وهذا هو هدف كل دولتين؟ تولستوي قال مرة: لا توجد سعادة في الحياة وإنما لمحة من السعادة، ونعتز بها. أعتقد هنا لا يمكن أن تكون هناك ثقة متناهية، ولكن أرى لمحة من هذه الثقة. إيفان بلغوري، فيما يتعلق بكوفيد-19، هل تناقشتم بهذا الموضوع في لقاء الرئيس الأمريكي؟ وما هي التوقعات للعمل المشترك بينكما لتخطي الجائحة؟ ربما الاعتراف المتبادل باللقاحات؟ لقد تطرقنا إلى هذا، ولكن باختصار، في عهد الإدارات السابقة كنا نحترم المطالب الأمريكية، وقدمنا معدات كجزء من مساعدات إنسانية. في ذلك الوقت كانوا في حاجة إلى أجهزة التنفس، وقد فعلنا ذلك بدون أي أنانية وضمن التعاون. لم نناقش هذا بالتفصيل. العلاقات تداعت بين دولتينا، هل من ممارسات جديدة بعد هذه الحادثة الآن لتحسينها؟ أستطيع أن أقول أن كل الأفعال المرتبطة بتدهور العلاقات الأمريكية الروسية بدأت في الولايات المتحدة وليس روسيا. أنا لا أعرف ماذا يريد الكونغرس. تعرفون أن فريقنا فاز 1-0، تهانينا. لو طبقنا هذا النجاح على اللقاء بينكما، من فاز وما هي النتيجة؟ والجزء الثاني من السؤال، أمريكا قالت إنها ستضغط على بوتين قبل المجيء إلى جنيف، هل شعرت بهذا الضغط وهل تمكنت من تحمله؟ أعتقد أن روسيا كلها تفكر كيف كان أداء الرئيس. سأل أيضا عن ما يجذب الرئيس. لا، لم يكن هناك أي ضغط، كان المحادثة صريحة وبدون الابتعاد عن الأجندة الموضوعة. وكما قلت، لا الولايات المتحدة ولا روسيا حاولت أن تقوم بالضغط. بالنسبة للنتيجة، أعتقد أننا قبل أن نلتقي، الرئيس بايدن قال أن هذه ليست منافسة. هل سنصحح النتيجة؟ الاجتماع كان مثمرا وجاء في وقت مكن من تحقيق شيء ما، والشيء الأهم هو لمحات الثقة التي رأيناها. سيدي الرئيس بايدن يريد علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا، ولكن الغرب يعتقد أن السياسات الروسية دائما غير قابلة للتنبؤ. هل أنت مستعد لتحسين العلاقات؟
على العكس من ذلك، كان من الصعب أن نتبع المنطق. أنا في الواقع كان هناك هذا تناقض في العبارات. ثم تقول لي يقولون الغرب يعتقد، هل أنتم مستعدون ليتخلي عن هذا الشيء؟ دعني أتطرق لسؤالك. دعني أحاول أن أجيب عن هذا السؤال. قلت أن الغرب يعتقد أن السياسة الروسية لا يمكن التنبؤ بها. دعني أرد، الولايات المتحدة انسحبت من اتفاق الحد من الصواريخ، وهذا لم يكن متوقعا. أيضا كان هناك انسحاب من اتفاقية 2019، هل هذا استقرار؟ أيضا الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، هل هذا يعتبر استقرار؟ لحسن الحظ تم إنقاذ اتفاقية الصواريخ المتوسطة، والرئيس بايدن كان حكيما في تمديد الاتفاقية لأربع أو خمس سنوات. الآن بالنسبة للموقف المحيط بأوكرانيا والقرم، المسألة بدأت من هنا. دعني أطرح سؤالا، ما هو الشيء المستقر الحافل المحيط بدعم انقلاب أو انتفاضة في أوكرانيا؟ لقد وافقنا على كل المطالب، كانت هناك أيضا مسائل تتعلق بالقرم وشرق أوكرانيا، وتقولون أننا نسعى لعدم الاستقرار. لا أعتقد ذلك. في رأيي نحن نرى الأمور بشكل مختلف، لا نفكر هكذا. نعتقد أننا نحاول أن نخلق الاستقرار، ولكن كي يكون الموقف مستقرا نحتاج إلى مجموعة قواعد خاصة بالسلوك. هناك مثلا الأمن السيبراني، النزاعات الإقليمية، نحن يمكن أن نتفق على هذه الأشياء، ولدي انطباع أن بإمكاننا الاتفاق عليها.